هذا التنصيب اللي هو تنصيب رسمي اللي هو كان إعلان على هذه المهمة هذه من قبل، ولكن هذا تنصيب نظرا لأنه السفير والسفارة بصفة عامة عندهم طقوس تيحترموها بالنسبة للتأسيس يعني تمثيلية دبلوماسية في قنصلية هنا في الجزائر وفي جنسوس مصالحة. السؤال شنو هو الإضافة ديال هذا التمثيليه؟ طبيعة الحال اولا هذه بالنسبه للسوسمه الصدراء هذا واحد يعني واحد الشيء ايجابي ان دوله بحال بولونيا يعني تفتح التمثيليه ديالها في جهه معينه، فهذا اهتمام نظرا للاهميه ديال هذه الجهه هذه والمؤهلات ديالها، هذه الاولى. ثانيا هو هذا التمثيلية يعني التوافد ديال السواح البولونيين إلى مدينة أكادير فرضات هذه التمثيلية نظرا لواحد عدد الخدمات اللي هاد البولونيين يعني تحتاجوها. ولكن بطبيعة الحال أنا اللي حصل لي الشرف باش نختار في هذه المهمة ما غاديش نحصل هذا العمل غير في العناية والمواكبة ديال ما يتطلبه هاد الوافدين البولونيين إلى سميتو. بطبيعة الحال هذا برنامج أولا بغيناه، الغاية هو أن هذا الحضور ديال جهتنا الجهه وخصوصا أكادير في السوق البولونية الجانب السياحي بغينا ننميوه، وهناك يعني هناك تقديرات واعده اللي نتمناو من دابا واحد عامين ثلاث سنين ان شاء الله هذا العدد اللي هو الان يفوق 50,000 سائح بغينا يضاعف باش يوصل ل 100,000. كذلك هناك قطاعات متعدده، قطاعات اللي يمكن يكون فيها تشارك في الاولمبيه، وحنا بصدد يعني تنظيم وفد اقتصادي مختلط ديال الجهه في الشهور المقبله اللي غادي يزيد يوظف هذه العلاقات اللي هي غادي تكون متعدده القطاعات. في هذا الاطار يعني واش ممكن نفهموا بان هذا يعني هذه الشراكه عندها واحد يعني واحد الدور ايجابي بالنسبه للاقتصاد الوطني؟ واش ممكن يكون تبادل ثقافي اكثر يعني الانتقال مما هو اقتصادي الى ثقافي، او ان فقط الامر يتعلق بما هو اقتصادي؟ لا لا، لانه هي متعدد القطاعات، الجانب الثقافي مهم. يوم الاثنين هناك اجتماع مع رئيس الجامعه مع المسؤول في السفاره البولونيه اللي غادي يبحثوا امكانيه ادراج شعبه لتعلم ولدراسه اللغه البولونيه في جامعه كونوزور. كذلك هناك واحد العدد ديال الافكار واحد العدد ديال الامور اللي ربما غادي تجي مستقبلا، لانه الجانب الثقافي له اهميته بالجانب الاقتصادي. وملي تنتكلم على السياحه، لانه السياحه هي رافعه وهي يعني هذاك لو فيكول يعني اللي تيمكن باش يخلق يعني علاقه انسانيه باش يعني الجانبين يتعرفوا على بعضياتهم اكثر. يعني الحضور ديال هذا الوافد ديال البولونيا في اطار السياحه ما يمكن غير يكون يزيد يقوي الصوره ديال المغرب والصوره ديال جهه المجتمع الصباح. هذا الشيء سيد الحاج على الصعيد الجهوي يعني لمسنا بان هذا يعني هذه الشراكه ممكن غتعطي اكثر واكثر جهه، حنا بغينا نعرف واش ممكن اقليم شتوكا يتبعها بصفه مثلا كجريده شتوكا 24، واش ممكن هذه الاتفاقيه ولا هذه الشراكه غتكون عندها يعني شي حاجه للساكنه ديال المنطقه؟ هناك بعد قبل ما يكون هذا التمثيليه راه كانت هناك واحد عدد العمليات اللي قامت بها السفاره البولونيه في الجانب الاجتماعي سواء في مدينه بيغرا او في
في طاقم الضيف. واليوم اليوم هناك موظف ديال سميتو اللي تيهتم بهذا الجانب، اللي هما في رحلة تفقدية لواحد المشروع اجتماعي اللي كانت من وراه سفارة بولونيا. إذا ملي تتكلموا على إقليم الشوكيت بها من طبيعة الحال هذاك هذا تتمس الجانب اللي هو عنده علاقة بالجانب العاطفي والانتماء لهذا الإقليم. أكيد أنه بدون شك أنه حنا تنشتغلوا للبلد كوطن، ومن خلال الوطن تنشتغل للجهة، والجهة تنشتغل للإقليم، وبدون شك أنه نتمنى إن شاء الله باش يكون عندها إسقاطات إيجابية بالنسبة للمغرب ككل، وشتو كيتبع لها بدا باش تكون دائما حاضرة في اهتماماتنا وفي همومنا. سي سعيد تور، قنصل الشرفي ديال سفارة بولونيا بالمملكة، بغينا منك آخر كلمة. ونتمنى التوفيق كل ما هناك، هذا بغض النظر أنه تشريف وهو تكليف، واللي نسعوا ليه هو أنه كل إضافة تجي، وإلا تيخصها الضف من أجل المصلحة ديال الوطن، مش أجل المصلحة ديال المواطنين اللي قبل كل شيء في موقعنا التمثيلي يعني حاملين الهم ديال الخدمة ديال المواطنين الوطن. باسم جريدة شتوكا 24 كنتمنى لكم حد موفق ومسيرة. وشكرا لشتوكا 24.